تعالوا نبدأ مع هذا الخبر، وطبعا هو بيكمل أيضا متابعة كبيرة جدا من الدولة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بيتناول فيه الجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات اللي بتسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال التوسع في منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار في متناول الجميع. طبعا يمكن زي ما أنتم عارفين الخبر ده في بداية الشهر الكريم كنا اتكلمنا بأنه منافذ البيع والمبادرات الكثيرة جدا اللي قدمتها الدولة هتبقى متوفرة وموجودة طول الوقت، كمان إلى جانب توفر كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال المنافذ التابعة لوزارتي الزراعة والتموين ومنافذ السلع التابعة أيضا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان ومبادرات كلنا واحد. وكل هذا هيكون متوفر وموجود وبيقدم للمواطنين وللشعب المصري كل الحاجات اللي يحتاجوها بإذن الله في عيد الفطر المبارك، كما كان تماما موجود في شهر رمضان. وأعتقد أنه الناس الحقيقة شعرت بده وما كانش فيه أي مشكلة، وكنا شايفين الناس موجودة وبتاخد كل متطلباتها للبيوت، وعشان كده الشهر عدى بخير جميل. تقرير كده نتابع فيه جهود الدولة لنعود ونستكمل معكم التاسعة، تفضلوا. صراحة الدولة نزلت بتقولها في الفترة اللي فاتت في الغلاء في الأسعار، سواء الجيش سواء الداخلية سواء التموين، شايف حاجة ما حصلتش قبل كده، إن الناس لاقية اللي هي عايزاه بأسعار كويسة، وخد عندك رمضان وبرضه دخلة عيد. دي حاجة أنا أول نوبة أشوف كده بصراحة، إن الدولة تنزل بتقولها في أزمة من أزمات اللي بتمر بيها البلد. منافذ قوات المسلحة جميلة جدا بأمانة وعلى تجربة، وبناخد الحاجة نظيفة جدا وأسعارها معقولة. والله هو منتجات الجيش كلها كويسة ورخيصة، أقل من أي حد بره. فيها فراخ وزيت ويعني كل حاجة تلاقيها عندهم صراحة. وبعدين حضرتك إحنا في دخلة العيد، كويس إن هم عاملين أكتر من منفذ على مستوى القاهرة الكبرى كلها، والمنافذ دي حضرتك بتفيد الشعب كله. أن طالعين بالصدفة، لأن العربية بتيجي يومين في الأسبوع، هي فيها كل حاجة، زيت، سكر، رز، لحمة، فراخ، كل ما فيش حاجة ما فيهاش. في فرخة ب52 دلوقتي؟ لا، واللحمة بحاجة ب69، حاجة ب60 برضه، لكن أنا على الطبيعة أهو، أنت واقف على الطبيعة. دايما لما باجي جامعات التموين فبلاقي كل حاجه موجوده، سواء الزيت، السكر، الشاي، حتى اي حاجه بجيبها من اي سوبر ماركت بره فبلاقيها موجوده برده هنا في جامعات التموين، وباسعار احسن بكتير جدا من بره. موجودين في الشرقيه في معرض اهل رمضان، وحاجه مش هقول لكم، طبعا مش هم مش مدينا حاجه، انا جاي كده بالصدفه انا وابني ماشيين بنجيب حاجات. والله والله كنا بنجيب كيلو الجناحات بنمشي عليها، الوقت بنيجي بنطمن بناخد الفرخه على قدنا، هو حس بالشعب. متعود اجيب من هنا من العجوزه كيلو اللحمه ب 95 جنيه وانضف من بره بصراحه ربنا، والحاجه كويسه. انا اشتريت مكسرات، تقريبا الفرق بين الكيلو هنا والكيلو بره حوالي من 60 ل 80 جنيه. منتجات الزيوت برضو هنا اقل عن بره تقريبا في الكيلو من 6 ل 7 جنيه. ملابس برضو كويسه، الاسعار متناسبه، يعني بتهيألي في متناول الجميع. كنا نازلين طبعا نشتري الملابس بتاعت العيد، فلقينا المبادره فطلعنا علشان نشوف الحاجات اللي فيها، لقينا حاجات كويسة وأسعارها كويسة يعني، وفي كل حاجة كمان بالنسبة للأطفال وبالنسبة للحريم بالنسبة للرجالة، كل حاجة أسعارها كويسة. بدل كل واحد بدلة جميلة وعاملين أسعار ممتازة وأسعار حلوة وحاجات جميلة، وعلى كل المنتجات سبحان الله، يعني على الرز وعلى السكر وعلى الدقيق وعلى كل المنتجات عاملين اسعار يعني خياليه بصراحه. بصراحه الكحك والبسكوت يعني جربناه قبل كده بسمنه بلدي، وحاجه نظيفه وحاجه محترمه. انا حاليا في احد منافذ امان في مدينه نصر، ويعني بقالي فتره طويله جدا بشتري من المنافذ دي،
حقيقة مكان نظيف، الخدمة فيه ممتازة جدا. ومش هنتكلم بقى على الأسعار، لأن طبعا الأسعار تختلف تماما عن السوق برا. مبادرة كلنا واحد دي شغالة معنا من أول رمضان لغاية العيد إن شاء الله. أسعار الكحك فيها ممتازة والكواليتي جميلة جدا، وجميع المنتجات الأساسية أنا عمري ما جيت ولقيت في حاجة ناقصة. هنا الكرتونة لقيتها ب 50 جنيه برا، المكونات بتاعتها ب 85 جنيه. فيها كيسين مكرونة وكيسين رز وكيس سكر وعلبة فول وإزاز الزيت. بصراحة الحاجات اللي فيها كمان جودتها عالية. فجت مبادرة حقيقة في وقتها يعني على سلع استراتيجية، الرز والزيت وحتى اللحوم كمان. حتى كمان لقيت كحك دلوقتي قريبة جبت برضو، لكن برضو في تخفيض حلو قوي، تمن وأقل من 100 جنيه، يعني ده سعر مش موجود في أي حتة الحقيقة يعني. انا جيت والله المعرض هنا لقيت ان الكعك الكيلو ب 55 جنيه، واحنا بمناسبه ان احنا داخلين على عيد، يعني طبعا كلنا المصريين بنعمل الكعك في العيد، فهنا اسعار الكعك كويسه خالص في المعرض، 55 جنيه حلو خالص، فيها تخفيضات جامده عن بره. وعندنا منتجات وزاره الزراعه بصراحه والجوده كويسه بصراحه. انا جيت المعرض هنا الحقيقه لقيت انبهرت اولا باللي موجود، اولا في نظام، في نوعيات هايله، فانا بحب ان كل حد يجي يبص بس وهيلاقي فيه اختلاف جامد جدا في السعر وفي النوعيه وفي الجوده. تبقى الاسعار اللي موجوده في السوق والناس اللي من دول اللي عامله الاسعار الجامده جدا دي، في جشع جامد جدا بره، انما عشان اجي اشوف النهارده الاسعار دي واشوف الحاجات دي فعلا حاجات تحفه، ولازم يعني حاجه اصليه وحاجه بلدي زي ما احنا شايفين كده. وانا مش بقول حاجه غير اللي انا شفتها، ان الاسعار هنا حلوه والمنتجات بتبقى اصليه وطبيعيه اكتر من بتبقى بره يعني. فجيت واتفرجت ولقيت حاجات جميله جدا جدا جدا، هلاقي كل الحاجات المنتجات اللي انا عايزاها مره واحده من مكان واحد. في معرض هنا لوزاره الزراعه، معرض لحوم واسعار منخفضه، الكيلو 135 والضان 125، وفي خضار وفي رز وفي بطاطس باسعار حلوه منخفضه يعني.